اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا بالتحديد عن الملك اوسر كاف، وهنكمل كلامنا عن تماثيل الملك اوسر كاف، ونقول ان في سنه 1928 عصر العالم البريطاني سيسيل ميلاني فيرس على راس تمثال ضخم. رأس التمثال دي كانت موجودة في فناء معبد في المعبد الجنائزي في سقارة، ورأس التمثال دي موجودة دلوقتي في المتحف المصري. واتنحتت الرأس الضخمة دي من جرانيت أسوان الوردي، وبيظهر فيها الملك أوسر كاف وهو بيرتدي غطاء الرأس الفرعوني، وعلى جبهته رمز الأفعى الكبرى. هو أكبر تمثال رأس باقي من المملكة القديمة، وأكبر تمثال ملكي ضخم بخلاف تمثال أبو الهول. وكان في العديد من قطع التماثيل اللي كانت موجودة للملك أوسر كاف، كانت منحوتة من الديوارت والجرانيت والأردواز، بس ما تمش العثور على أي تماثيل من الحجر الجيري في نفس الموقع. وكان في بعض قطع تماثيل الملك أوسر كاف بيظهر عليها اسم أوسر كاف ومعها اسم الإله حورس. ولاحظ علماء الآثار السمعات الشبابية اللي كانت موجودة على تماثيل الملك أوسر كاف، وكانوا بيعتقدوا إن ده مؤشر جيد جدا على عمره. وكان في بعض علماء الآثار بيعتقدوا إن الملك أوسر كاف اعتلى العرش كمراهق ومات في أوائل العشرينيات من عمره. ودلوقتي هنتكلم عن معبد الشمس اللي بناه الملك أوسر كاف. من حيث الأهمية، بيعتبر الملك أوسر كاف هو أول ملك بنى معبد مخصص لإله الشمس رع في مقبرة اسمها مقبرة منفيت في شمال مدينة أبو صير على أطراف صحراء جنوب منطقة أبو غراب الحديثة. وبيعتقد بعض العلماء إن أعمال البناء في المعبد ده اتبنت خلال حكم ملك أوسر كاف في السنة السادسة أو الخامسة، وكانت السابقة الوحيدة لمعابد الشمس قبل حكم ملك أوسر كاف هو المعبد المرتبط بأبو الهول بالجيزة، واللي بيعتقدوا إن بعد حكم ملك أوسر كاف كان مرتبط بأعمال تانية شبيهة للأعمال اللي كانت بتحصل فيه قبل حكم الأسرة الخامسة. قدروا ملوك الأسرة الخمسة خلال الثمانين سنة اللي حكمت خلال الأسرة الخمسة إن كل حاكم بيجي على عرش مصر بيبني معبد واحد على الأقل لعبادة إله الشمس رع، باستثناء واحد بس للملك شمسس كا رع، واللي كان عهده أقصر من إن هو يبني معبد لإله الشمس. وما كانش في سبب معين بيلاقوه العلماء عشان الملك أوسر كاف يختار منطقة أبو صير يتبنى فيها المعبد بتاعه، حتى المنطقة دي ما كانش ليها أهمية أيام المصريين القدماء. واختيار الملك أوسر كاف أثر على الملوك الآخرين اللي كانوا في الأسرة الخمسة، واللي جعلوا منطقة أبو صير مقبرة ملكية حتى في عهد الملك منكاو حوركاي. وبيرى عالم المصريات هانز جوديك ان بناء الملك أوسر كاف لمعبد الشمس منفصل عن معبده الجنائزي ده مظهر من مظاهر التوترات السياسية والاجتماعية اللي حصلت في نهاية عهد الأسرة الرابعة، وده كان مظهر من مظاهر الاستجابة ليها. وبالطريقة دي أصبح حرم الملك أوسر كاف معزول في سقارة، حتى ما كانش محاط بمقبرة أوسع عشان يدفن معاصري الملك، وكان معبد الشمس موجود بس عشان يخدم الحاجة الاجتماعية لعبادة الشمس، على الرغم من ان الملك كان موجود بس الملك ما كانش بيجسد الحاجة دي اجتماعية. وبيرى معظم العلماء ان كسرة معابد الشمس في عهد الأسرة الخمسة بيمثل تحول من العبادة الملكية اللي كانت سائدة في عهد الأسرة الرابعة لعبادة إله الشمس رع. ونتيجة التغيرات دي أصبح بينظر إلى الملك نظرة تبجيل ووقار باعتباره ابن الإله رع. ودلوقتي يا جماعة هنخش على سبب تسمية المصريين القدماء لمعابد الشمس، ونقول إن أطلق المصريين القدماء على معبد أوسر كاف معبد الشمس، وبعد كده أطلقوا عليه اسم نخن رع، واللي اترجم بعد كده لمعاني مختلفة زي سكن رع ومسقط رأس رع ومخازن رع. وفقا للعديد من علماء المصريات بيروا ان اسم نخن بيشير لمدينة نخن اللي كانت معروفة باسم هيراكونوبوليس، وكانت مدينة هيراكونوبوليس هي المعقل والمقر لسلطة ملوك مصر ما قبل الأسرات اللي وحدوا مصر. وبيعتقد بعض علماء الآثار ان الملك أوسر كاف اختار مدينة نخن عشان يبين المعاني المتناصرة والموحدة لعبادة الإله رع، او لإظهار بعض المظاهر الرمزية للملكية.
وأطلق برضو اسم نخن على مؤسسة كانت مسؤولة عن توفير الموارد والثروات للملك الحي خلال فترة حكمه، وعن توفير الموارد والثروات لطائفته الجنائزية بعد وفاته. وعشان كده بيعتقد ان المعنى الأقرب لنخن رع هو هيراكو نوبوليس. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا عن الملك أوسر كاف، وهتلاقوا لينك في فيسبوك والتيك توك بتاعي تحت في الديسكريبشن. مننسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.